بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم إن شاء الله لطلاب الصف الأول ثانوي، المادة رياضيات الفصل الدراسي الثاني. عنوان الدرس المستطيل الجزء الأول، إعداد الدرس الأستاذ فايز القرني. أرحب بكم في دروس. نبدأ مع بعض نستعرض أهداف درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله في هذا اليوم راح يكون عندي هدفين لهذا الدرس. الهدف الأول هو التعرف على خصائص المستطيل واستعمالها. الهدف الثاني استعمال خصائص المستطيل والجبر. هذه إن شاء الله أهداف الدرس لهذا اليوم. إذن الهدف الأول التعرف على خصائص المستطيل واستعمالها، إن أتعرف على خصائص جميع المستطيل وإني أعرف إيه أستعملها. الهدف الثاني استعمل الخصائص هذه في الجبر، استخدمها في الجبر. هذه هي أهداف درسنا لهذا اليوم. لو جينا وقلنا مع بعض، ما هو تعريف المستطيل؟ ما هو تعريف المستطيل؟ راح نقول تعريف المستطيل هو متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم. هو متوازي أضلاع زواياه الأربع قوائم. إذن هذا نسميه تعريف لمين؟ للمستطيل. ممتاز. نستعرض مع بعض خصائص المستطيل. المستطيل له إيه؟ الزوايا الأربع قوائم. هذا المستطيل أمامي، جميع الزوايا الأربعة هي زوايا قوائم. إذن أول خاصية من خصائص المستطيل إن الزوايا الأربعة قوائم، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. هذه أيضا من خصائص المستطيل، كل زاويتين متحالفتين متكاملتين. يعني مجموع الار والسي هذه الزاويتين كم يساوي؟ على يساوي 180 درجه، يساوي 180 درجه لكل زاويتين متحالفتين متكاملتان. الاقطار او القطران ينصف كل منهما الاخر، قطرانه ينصف كل منهما الاخر. اذا هذه نسميها خصائص مين؟ المستطيل. آخر شيء اللي هي إيه؟ كل ضلعين متقابلان زي ما قلنا هي متوازية ومتطابقة. طيب نيجي الآن لنظرية تتكلم عن قطراء المستطيل. نظرية تتكلم عن قطراء المستطيل يقول لي إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلا، إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلا فإن قطريه متطابقان، فإن قطريه متطابقان. شوف المثال اللي أمامي، هذا متوازي الأضلاع هو مستطيل جي كي ال ام. الأقطار فيه تكون متطابقة، اللي هو القطر الأول من جي إلى ال يطابق القطر الثاني اللي هو من ام إلى الكي. ممتاز. ندخل مع بعض لأول مثال عندي ونستعرضه مع بعض. يقول لي تستعمل دعامة متقاطعة لتقوية السياج في المزرعة. هذه الدعامة اللي هي الدعامة اللي هي مين؟ في سي، والدعامة الثانية اللي هي من A إلى D. هذه الدعامة لتقوي مين؟ السياج في المزرعة. أعطاني طول AB بستة، خلاص طول AB بستة. أعطاني طول AC هذا الجزء اللي هنا باثنين، وأعطاني مقياس الزاوية CA هذه من C إلى A إلى الـ E، يعني هذه الزاوية اللي هنا، وداني قياسها بكم؟ بـ 65. فأوجد كلا مما يلي، أول شيء عندي يبغى مين؟ BD، طول BD. ممتاز. كيف أوجد طول BD؟ لو أنا بشباب لاحظ إنه طول BD يساوي مين؟ يساوي قياس A C. ممتازة يا آلاء. طب عوض الآن، إذا BD تساوي كم؟ شيل الـ AC وحط قيمتها اللي هي 2، إذا طول BD راح يساوي باثنين. طول BD راح يساوي 2، ليه؟ لأن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متطابقة، لأن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متطابقة. هذا السبب اللي خلاني أقول إن طول BD تساوي كم؟ 2.
نشوف المثال الآخر. يقول لي أوجد مين؟ سي بي. أوجد قياس من سي إلى بي، هذا القطر اللي هنا. يا سلام، كيف نوجد قياس سي بي يا شباب؟ أنا عندي قياس سي دي، صح ولا لا؟ سي دي أقدر أوجده بكم؟ بستة. ليه؟ لأن الأضلاع المتقابلة متطابقة بستة. ممتاز. طول من بي إلى دي أوجدناه بكم؟ باثنين. ممتاز. أنا عندي هذا الشكل، شكل مثلث، صح ولا لا؟ شوف هذا هو المثلث، شافته يا لا؟ هذا شكل مثلث. ممتاز. عندي طول المقابل والمجاور، بقي كيف أوجد طول الوتر اللي هنا؟ كيف أوجد طول هذا الوتر؟ استعمل نظرية اللي هي نظرية مين؟ فيثاغورس. نظرية فيثاغورس، لأنه أنا عندي هنا مثلا زاوية قائمة، أقدر أستعمل نظرية مين؟ فيثاغورس. إيش تقول نظرية فيثاغورس؟ تقول أنت دام عندك هذا الضلعين اللي هنا، اللي هو المقابل والمجاور، إذا أنت تقدر توجد طول مين؟ طول الوتر، نقدر نوجد طول الوتر. ممتاز. إذا نظرية فيثاغورس تقول اللي هو الوتر تربيع، اللي هو سي بي تربيع، يساوي المقابل على المجاور، بي دي تربيع سي دي تربيع. نعوض تعويض مباشر، نعوض فيها تعويض مباشر، كل وحدة قيمتها. يلا كل وحدة قيمتها. بي دي كم قياسها يا شباب؟ بي دي مين يقول لي؟ بي دي من البي إلى الدي كم قياسها هذه؟ قياسها باثنين، صح ولا لا؟ قياسها باثنين، نعوض عنها باثنين. وقياس الآخر اللي هو من فين إلى فين؟ من سي إلى دي بستة. يا سلام. طيب ربع الاثنين بأربعة، ربع الستة بكم؟ بستة وثلاثين. أجمعهم مع بعض راح يطلع لي الجواب بأربعين. طيب أنا أبغى بدون التربيع، أبغاها بدون تربيع. إذا ناخذ جذر التربيع للأول وجذر التربيع للثاني، راح يطلع لي تقريبا الجواب يساوي 6.3، راح يطلع عندي الجواب يساوي 6.3. ممتاز. إذا نحن أوجدناها هنا باستعمال مين؟ باستعمال نظرية فيثاغورس. نشوف مثال آخر، نشوف مثال آخر. يقول لي هنا حديقة مستطيلة الشكل، حديقة مستطيلة الشكل تحتوي ممران كما في الشكل المجاور، هذا الممر الأول وهذا الممر الثاني. إذا أنا عندي ممران هنا في هذه الحديقة اللي هي موضحة قدامكم بالشكل. طول من تي، هذا هنا من تي إلى إس، هذا الجزء فقط، هذا الجزء اللي هنا يساوي كم؟ يساوي عندي 120، يساوي 120. ممتاز. السؤال يبغى طول بي آر، طول مين؟ القطر الآخر بالكامل اللي هو هنا بي آر. كيف راح أوجد طول القطر هذا يا شباب بي آر؟ بما أنه يا شباب الشكل اللي قدامي هذه تمثل حديقة مستطيلة، يا سلام، تمثل حديقة مستطيلة الشكل، إذا القطران هذا اللي فيها متطابقة، صح ولا لا؟ القطران اللي فيها متطابقة. إذا طول القطر الأول ب 120، هذا الجزء اللي هنا، الجزء الثاني كم راح يكون؟ أيضا ب 120 زي ما قالت آلاء. طب اجمعهم، إذا قياس من S إلى Q يساوي كم؟ ST زائدا TQ زائدا TQ. عوض تعويض مباشر، ST ب 120 زائد تي كيو ب 120، اذا يساوي قياسها كلها كم؟ 240. اذا طول القطر من اس الى كيو يساوي 240. طيب انا المطلوب عندي ليس اس كيو، المطلوب عندي مين؟ بي ار، المطلوب عندي بي ار. ممتاز. ما دام القطران في هذا الشكل يمثلان في المستطيل، اذا القطران متساويان اللي هو بي ار، يا سلام، يساوي اس كيو. عوض تعويض مباشر، شيل الاس كيو حط قيمتها 240،
إذا طول القطر بي آر راح يساوي كم؟ 240. إذا طول القطر بي آر راح يساوي 240. نشوف الحل مع بعض. هذا الحل أمامي، إن القطران متطابقان، الجزئين لما أجي راح أجمعهم اللي هو من S إلى T و T إلى Q لازم يكون قياسهم كم يا شباب؟ 240. إذا القطر الأول ب 240 يجب أن يكون القطر الثاني كم؟ اللي هو من B إلى R راح يساوي 240، راح يساوي 240. ممتاز. نشوف مع بعض مثال آخر، نشوف مع بعض نستعرض مثال آخر. يقول لي هنا استعن بالمستطيل W X Y Z المبين جانبا، استعن بالمستطيل W X Y Z. ممتاز. أعطاني هنا طول من X، هذا هو من X إلى W، قال لي هذا الطول بأربعة بX زائد أربعة. أعطاني طول Y Z باثنين X زائد ثلاثة، قال لي أوجد مين؟ X W. أوجد X W. كيف راح نوجد X W يا شباب؟ مين يقول لي؟ أول شيء أنا عندي الأضلاع المتقابلة متطابقة، ممتاز. عشان أوجده يا شباب لازم أساويهم ببعض عشان أوجد قيمة الX اللي هي المجهول. يلا نساويهم مع بعض، 2X زائد ثلاثة يساوي كم؟ X زائد الأربعة. نخلي المجاهيل في طرف ونخلي الأعداد في طرف. 2X هي الكبيرة تبقى في مكانها، نجيب لها الطرف الثاني من الX بإشارة سالبة اللي هي سالب X يساوي الأربعة تبقى مكانها، نجيب لها الثلاثة الصغيرة في الطرف الثاني بإشارة إيه؟ بإشارة سالبة، سالب ثلاثة. إذا الإكس كم راح تساوي؟ إذا قيمة الإكس راح تساوي عندي بكم؟ بواحد. طيب هو يبغى في السؤال طول إكس دبليو، إكس دبليو يعني هذا الطول اللي هنا. يلا إكس زائدا أربعة، شيل الإكس وحط مكانها أربعة يصير إيه؟ عفوا شيل الإكس وحط مكانها واحد، يعني واحد زائدا أربعة كم راح يساوي عندي؟ راح يساوي عندي بخمسة. إذا الطول يا شباب بخمسة. إجباري يا شباب الطول اللي فوق اللي هو 2X زائد 3 لازم يساوي كم كمان؟ لازم يساوي خمسة، صح ولا لا؟ نجي نتأكد الآن. نجي نتأكد. 2 ضرب الواحد، ضرب الواحد زائد كم؟ ثلاثة. كم تساوي هذه؟ 2 في 1 ب 2 زائدا 3 تساوي الخمسة. إذا اللي فوق ساوى خمسة واللي تحت ساوى خمسة. ممتاز. أحد عنده سؤال في المثال يا شباب؟ هذه من الأمثلة السهلة عندنا. ممتاز. إذا نعيد حلها سريع. Y Z يساوي X W. إذا نعوض تعويض مباشر لأن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متطابقة. أنت على طول ليه سوينا نحن يا شباب؟ لو جيت قلت لكم ليه سويتوا؟ أنتم سويتوا بسبب بسيط، لأنه قال لك في السؤال إنه هذا مستطيل. صح ولا لا؟ أنت على طول دام قال لك إنه هذا مستطيل حطيت في بالك إنه هذا الجزء راح يطابق مين هذا الجزء؟ أو الضلع الأول راح يطابق الضلع الثاني، ليه؟ لأن الأضلاع هذه متقابلة متطابقة، الأضلاع اللي قدامي متقابلة متطابقة. ليه؟ لأنه أنت على طول قال لك هذا مستطيل، عشان كذا احنا ايه؟ ساويناهم ببعض. إذا نعوض مكان الواي زد باثنين إكس زائد ثلاثة، نعوض مكان الإكس زائد أربعة. حطيناها مكانها، إذا بنقول هذا الطرف الثاني بإشارة سالبة، هذه الطرف الثاني بإشارة سالبة. راح يصير عندي إكس تساوي كم؟ واحد. بعدين نجي للسؤال، هو في السؤال ايش طلب؟ طلب انه يوجد اكس دبليو، شيل اكس دبليو هذه وعوض عنها بقيمتها اللي هي واحد، اذا واحد زائد اربعه بكم؟ راح يساوي الخمسه.
نيجي الآن لسؤال آخر، يقول لي هنا استعن بالمستطيل WXYZ المبين جانبا إذا كان من P إلى Y، هذا من P إلى Y شايفينه؟ كم يساوي؟ 3X ناقصا 5، هذا الجزء من B إلى Y 3X ناقصا 5. WP هذا WB كم راح يساوي؟ 2X زائد 11. يبقى يوجد قياس من Z إلى B، قياس من Z إلى B، ممتاز. طبعا يا شباب لو أنا أوجدت واحد منهم راح يكون جميع القياسات واحدة، صح ولا لا؟ راح تكون واحدة. ليه؟ لأن القطران في المستطيل ينصف كل منهما الآخر. الآن أنت أوجد قيمة المجهول، أوجد قيمة المجهول X، يلا ساويهم ببعض. 3X هذه 3X ناقصا 5 يساوي 2X زائدا 11، هذه زائدا 11. خلي المجاهيل في طرف والأعداد في طرف، إذا 3X ناقصا 2X ايش يساوي؟ 11 زائدا 5، 11 زائدا 5. 3X ناقصا 2X بكم؟ X واحدة. و11 زائدا 5 بكم؟ ب16. 11 زائدا 5، إذا قيمة الإكس عندي بكم؟ ب16، ممتاز. ممتاز، إذا استنتجنا الآن إنه قيمة الإكس راح تساوي 16. ممتاز. الآن يا شباب عوض في أي جزء من الأجزاء اللي أعطاك إياها، خذ بي واي وعوض فيها. 3 ضرب 16 ناقص 5 يديني كم؟ 43، راح يعطيني كم؟ 43. طيب الآن يا شباب بي واي هذه راح تساوي مين؟ زد بي. ليه؟ لأن القطران في المستطيل ينصف كل منهما الآخر، إذا جميع هذه الأجزاء اللي هنا قياساتها واحدة، إذا طول من زد إلى بي كم راح يساوي يا شباب؟ كم راح يساوي؟ راح يساوي 43، لأن القطران في المستطيل متطابقان وينصف كل منهما الآخر، إذا قياس زد إلى بي يساوي 43. نحن يا شباب هنا أخذنا بي واي صح؟ لو أخذنا دبليو بي أيضا راح يكون نفس الجواب، حيعطيني 43. بس أنا ليش أخذت بي واي؟ اخترت الاسهل، اخترت التعويض الاسهل. ممتاز. نروح مع بعض الى سؤال اخر. يقول لي استعن بالمستطيل WXYZ المبين جانبا. اعطاك مقياس الزاوية W، هذه W، Y، X، W، Y، X، هذا الجزء اللي هنا. هذا نحددها باللون، هذا الجزء اللي هنا، وقال لك تساوي كم؟ 2x زائدا 5، واعطاني يا شباب قياس مين؟ z y مين؟ w، يعني هذا الجزء اللي هنا، وقال لك هذا الجزء بكم؟ ب 2x زائدا 7. طيب يا شباب الزاويه y كامله، كامله الزاويه y هذه كم تساوي؟ كاملة بالجزئين، ممتازة يا آلاء، تساوي 90. يعني لو جيت أجمع الجزء الأول هذا زائدا الجزء الثاني هذا، يجب أن يكون المجموع عندي كم يساوي؟ ممتازة يا آلاء، لازم يساوي 90 درجة، لازم يساوي 90 درجة. إذا 2x زائدا 5 هذا الجزء الأول صح؟ لما أجي أجمعها مع 2x ناقصا 7 الجزء الثاني، يجب أن المجموع كله كم يساوي؟ زي ما قالت آلاء 90 درجة، يجب أن يساوي المجموع كامل 90 درجة. طيب تعال اجمع الآن 2x زائد 2x بكم؟ ب 4 X، 4X، ممتاز. عندك هنا
سالب 7 مع موجب 5 بكم؟ سالب 7 مع سالب 2 ممتازة يساوي كم؟ يساوي 90. يساوي 90 درجة. شيل سالب 2 وديها الطرف الثاني. ايش راح يصير عندكم؟ يصير 4x تساوي كم؟ 92. 92 ممتاز يا احمد، تساوي 92. طيب نقسم الطرف الاول على 4، نقسم الطرف الثاني على 4، اذا قيمة الاكس كم تساوي عندي؟ ب 23. ممتازة يا آلاء، ب 23. طيب في السؤال يبغى يوجد مين؟ زد واي دبليو، هذه هي. كيف نوجد قيمتها؟ نشيل كل اكس ونحط كم مكانها؟ 32. نجي نعوض 2 وهنا 32، عفوا 23، 23 زائدا 5 صح؟ يلا اضرب 2 ضرب مين؟ 23. 2 ضرب 23 كم راح يساوي يا شباب؟ ب 46 زائدا 5 ب 51، اذا راح تساوي 51. ممتازين، اذا راح تساوي كم؟ 51. احد عنده سؤال هنا يا شباب؟ احد عنده اي سؤال او استفسار؟ ممتاز. طيب كذا نروح الى مثال اخر، نروح مع بعض الى مثال اخر. يقول لي استعن، شوف السؤال الاخر، استعن بالمستطيل دي اي اف جي المبين امامي، طول من اف الى دي بكم؟ ب 3 اكس ناقصا 7. شايفين الطول؟ من اف الى دي 3 اكس ناقصا 7. طول من اي الى جي، شايفينه هذا؟ باكس زائدا 5. اول خطوه ايش راح اقول؟ بان القطرين في المستطيل متطابقين، اذا راح اساوي القيمه الاولى اللي هي اي جي مع القيمه الثانيه اللي هي اف دي. ليه سويناها؟ لان القطرين في المستطيل وش فيها؟ متطابقه، اذا اف دي تساوي اي الى الجي. ممتاز، نعوض تعويض مباشر، 3 اكس ناقصا 7 كم يساوي؟ يساوي اكس زائد 5. يلا نخلي المجاهيل في طرف ونخلي الاعداد في طرف، 3 اكس ناقص اكس يساوي كم؟ 5 زائد 7، 5 زائد 7. نيجي الان نجمعهم على بعض، 2 اكس كم تساوي؟ 2 اكس هي 3 اكس ناقص اكس ب 2 اكس يساوي 5 زائد 7 ب 12. الآن نقسم الطرف الأول على 2، نقسم الطرف الثاني على 2، قيمة الإكس راح تطلع عندي بكم؟ ب 12 قسمة 2، وراح تساوي زي ما قالت آلاء ب 6، راح تساوي قيمة الإكس عندي ب 6. ممتازين، إذا نحط خط هنا. يبغى يا شباب في السؤال إي إلى جي، نكتب هنا إي جي تساوي اكس زائدا 5. يلا شيل قيمة الاكس وحط مكانها قيمتها كم؟ 6 زائد 5. إذا اي إلى جي، هذه اي إلى جي راح تساوي 6 زائد 5. إذا قياس يا شباب من اي إلى جي كم راح يساوي؟ راح يساوي ب 11، راح يساوي ب 11. ممتاز. احد عنده اي سؤال هنا يا شباب؟ احد عنده اي سؤال او استفسار؟ ممتاز، نكمل مع بعض المثال اللي بعده. هذا مراجعه سريعه للكلام. زي ما قلنا يا شباب من اف الى دي يساوي اي جي، ليه؟ لان القطرين في المستطيل متطابقان، اذا ساوينا القيمتين ببعض واوجدنا من خلال
خلالها قيمة مين؟ قيمة المجهول X، أوجدنا من خلالها قيمة المجهول X اللي ساوت 6، بعد كده التعويض مباشر بالقيمة اللي يبغاها اللي هي E إلى G، وطلعت بكم بحتاج. طبعا طبيعي يا شباب لو أخذنا القيمة الثانية اللي هي من F إلى D كم راح يساوي الجواب؟ راح يساوي الجواب ب 11، راح يساوي الجواب ب 11، ممتاز. ليه؟ لأن 3 ضرب 6 راح تصير 7، 3 في 6 بكم؟ 18 ناقص 7 كم راح يساوي؟ راح تساوي 11، راح تساوي 11، إذا القطر الأول ب 11 والقطر الثاني ب 11، طبيعي ليه؟ لأنه قال لك الشكل هذا يمثل مستطيل، ليه؟ لأنه الشكل قال لك اللي أمامك هذا يمثل مستطيل. نجي لسؤال آخر، نجي نشوف مع بعض، نستعرض سؤال آخر. يقول لي هنا مقياس الزاوية من دي اف جي، دي اف جي هذا الجزء اللي هنا خلاص باكس زائد 12، يبغى قياس مين؟ من اي اف دي هذا الجزء اللي هنا شايفينه، وقال لي هذا الجزء يساوي كم؟ 2 اكس ناقص 3، ممتاز. طيب يا شباب الزاوية اف الكلية هذه كم راح تساوي؟ الزاوية اف الكلية هذه كم راح تساوي؟ راح تساوي 90، ممتازة يا آلاء، 90 درجة، 90 درجة. إذا أنا لو جيت جمعت الزاوية الأولى والجزء الأول مع الجزء الثاني يجب أن يكون المجموع عندي بكم؟ ب 90 درجة، ممتازة، المجموع عندي يكون 90 درجة. إذا راح أقول له إكس زائد 12 نقفل القوس زائد 2 إكس ناقصا 3 نقفل القوس ونقول يساوي كم؟ 90 درجة، 90 درجة. يلا أجمع الإكسات الآن مع بعض، نجمع يا شباب الإكسات مع بعض، عندي 2 إكس مع إكس بكم؟ ب 3 إكس، ممتاز يا أحمد وألاء، 3 إكس زائد 12 ناقصا 3 بكم؟ ممتازين، بزائد 9، وهذه زائد 9 يساوي كم؟ 90. الآن ننقل التسعة الطرف الآخر بتغيير الإشارة، صار عندي هنا 3 إكس يساوي كم؟ 90 ناقصا 9، يعني راح يطلع عندي الجواب بكم؟ ب 81، ممتاز يا أحمد وعلاء، 81. الآن نقسم هنا على 3، نقسم الطرف الثاني على 3، إذا قيمة الإكس يا شباب راح تطلع عندي بكم؟ ب 27، إذا الإكس راح تساوي 27، تمام. طيب إيش المطلوب عندي في السؤال؟ إنه نشيل 2 إكس ناقصا 3 ونعوض بقيمتها، يعني 2 ضرب 27 ناقصا كم؟ ناقص 3، 2 ضرب 27 ناقصا 3، 2 لما نضرب 27 كم راح يطلع لي الجواب؟ ب 54، صح؟ 54، ممتازة يا علاء، ب 54 نقص منها 3، إذا الجواب راح يطلع عندي بكم؟ ب 51، إذا الجواب راح يطلع عندي يا شباب زي ما قالت آلاء ب 51، نستعرض الحل مع بعض، نشوف الحل أمامي، مقياس الزاويتين راح يساوي 90، لأن هي الزاوية الكلية F ب 90، وزوايا المستطيل زي ما قلنا جميعها قوائم، ممتاز. جمعنا الإكسات مع بعض ب 3 إكس، جمعنا الأعداد مع بعض ب 9، خلينا العدد في طرف، المجاهيل في طرف. بعد كذا طلعنا قيمة الإكس ب 27، نعوض في القيمة اللي يبغاها اللي هي 2 إكس ناقص 3، طلع عندي الجواب راح يساوي الزاوية إي إف دي بكم؟ ب 51 درجة، راح يساوي 51 درجة، ممتاز. طيب نيجي الآن للجزء الثاني، يقول لي ما خصائص المستطيل؟ مين يستعرض معايا يا شباب خصائص المستطيل؟ لو جينا قلنا ما هي خصائص المستطيل؟ أول خاصية عندي يا شباب الزوايا الأربعة قوائم،
ثاني خاصية عندي كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. بعد كذا القطران مش فيهم؟ يلصق كل منهم الآخر. كل زاويتين متحالفتين متكاملتين. أخيرا كل ضلعين متقابلين متوازيين مش فيهم كمان؟ متطابقة. إذن هذه هي خصائص من المستطيل. الزوايا أربع قوائم، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، القطران ينصف كل منهم الآخر، كل زاويتين متحالفة متكاملة، وكل ضلعين متوازيان ومتطابقان. بعد كذا أخذنا نظرية جدا هامة، قلنا إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلا وش فيه؟ فإن قطريه متطابقان، فإن قطريه متطابقان. ممتاز، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.